بدي واحد. واحد؟ إيه بس الرجال بيخدموا بالبيوت كتير قلال، وبعدين ما حلوة بحقك رجال يفوت ويطلع من البيت وانتي مرة وحدانية، ما حلوة ام محمود. لا أنا حلوة 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 حلوة. ما بعدين شو بكون؟ اندهشتوا معك وليكوا ما أنا بدي إياه بالحلال. بدك عريس؟ تتجوز؟ ايه معقولة وحدة بهالسنة تفكر تتجوز؟ ومين بده يقبل فيها؟ ومنين منلاقي لها عريس؟ هلا؟ شو رأيك؟ مو كأني طالع عريس؟ عريس؟ ايه وأحلى عريس؟ شكراً. ايه جميل؟ شو رأيك اسم النجاعة؟ بالك تكون عريس؟ أعملك عريس عن حقه حقيقي؟ أنا ما بدي حدا يعملني عريس، ما أنا طول عمري بساوي حالي عريس، لك عريس ونص، ولدت عريس وربيت عريس ولساتني عريس وعلى طول عريس. جميل عم بحكي جد أنا. وأنا ما عم بمزح. هي صحيح العروس مو كتير حلوة وكبيرة شوي بالسن، بس مريشة نايمة على قرشين كتير حلوين بيأمنوا لنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. شو قلتي؟ عروس؟ إيه عروس؟ إلي أنا؟ لكن إلي. انتي بدك تجوزيني الي انا؟ ايوه شوفي يا حبيبي الله سامح باربعة وما بتغالي؟ انت عارف من هي العروس بعدين عكي على الغير. ومين هي بسلامتها؟ الا ايه قولي ولا ما قلك؟ لك احكي لا تنط في قلبي بلا ما قلك. هنا خايفة تزعل؟ قولي. طب واذا زعلت؟ هنا ما بتزعل؟ هنا ام محمود لا تسرع حبيبي لا تسرع ولا تعصب طول بالك تقبر قلبي انت فكر فيها منيح بتلاقيها كتير منيعه ومعقوله كتير روح هلا على موعدك ولا تاخر عشان نحكي المساء روح روح حبيبي روح لا تطول حبيبي عم استناك انا جوز ام محمود وليش ما جوزه بدي ريش انا لين حبيبه قلبي ليش هيك يا عم محمود عم تقومي من الفرشه ما بصير والدكتور قال لك انه لازم تضلي بالفرشه مشان ترتاحي لك كم يوم لازم تدبسي تعليماته حبيبتي انت ما بدي افتح لك الباب انت قبري قلبي ان شاء الله شو هذا ام محمود كل ما انا عم يطول اصبعك ليش بقى جوزك قرط لي اياه ايه محمود حبيبتي انت من يوم ورايح تعطيني مفتاح الشقه مشان انا افتح الباب من غير ما اعذبك تكوني انت مرتاحه هنا هنا شو صار معكم بشو ام محمود لقيتوا لي اللي قلت لكم عليه؟ ليش مضيعة شيء ام محمود؟ أنا أنا لا تخجليني، لا تغشمي حالك، تعرفيني شو بقصد؟ فهمت عليك يا قطة أنت يا ام محمود، كوتي كوتي كوتي، قصدك العريس ما هيك؟ لا تخجليني هنا، طول عمرك أنت ذكية وبتلقطي على الطاير. إيه طمني، العريس موجود. مين؟ ما بقدر اقول لك هلا ام محمود لا انا قولي لي هلا عليك بعدين بعدين ام محمود هلا انا هلا هلا فرحي لي قلبي بركي بيطيب بسرعه حكم بيقولوا البسط والانشراح بفيدوا للقلب لا ام محمود ما رح اقول لك مين هو لحد ما طبق العريس على المضبوط هلا ما طبقتيه انا لا ام محمود مو هيك الموضوع هو انا فاتحت العريس بالموضوع بس قال لي يا هنا لازم انا افكر ولازم يفكر حقه رح يطول بالتفكير ان شاء الله لا هو انا رح ضل زن 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 فوق راسه لحد ما وافق ان شاء الله هلا يرضى عليكي لا تجيبي سيره الملايين اللي عندي قصدي المصاري اللي بعتهم انا لخور فكان ليش ام محمود ما بدي ياخذني على طمعه مشان مصاري لكن مشان شو بدي اتجوزك يعني شو الاسباب كفي على كرمي واخلاقي وجمالي صار وقت الدواء هات يا حبيبتي انا عمري انا صحتين ام محمود ان شاء الله في العافيه تقبريني تقبريني انت الله يعافيك انا اعطيني هنا حبه ثانيه مشان شو حبه ثانيه ام محمود الدكتور قال حبه واحده ما بيصير غير حبه واحده لك
مشان طيب بسرعه مشان ال... مشان شو ام محمود؟ ما فهمت عليكي. مشان ال... اي شو ام محمود؟ شو هذا مشان ال... انا ما بقدر، لا تحرجيني، ما بقدر اقولها بالمشرمحي، بستحي. ومن شو بدك تستحي ام محمود؟ ما في حدا غريب بيناتنا، احكي لا تستحي. بس بقى حاجه صاصه انت وياها، حاجه بدي اتجوز، حرقنا، شو بدكم فيني؟ اخوات مرائشي، بس بقى بس استحوا. انا مشان العريس. ايوه فهمت عليكي ام محمود، بس كثره الدواء بتضرك ما تنفعك، اذا بدك شيء ينفعك لازم تضلي في فرشتك، وانا مشان راحتك جبت لك تلفزيون لعندك والتليفون، امتى ما احتجتيني بترفعي السماعه وبتدقي رقمي بتلاقيني انا هنا، شباكي لبيكي على الاربعه جايركي لبين ايديكي لك ام محمود، لازم ترتاحي وما تعملي اي مجهود، لك لازم طيبي بسرعه مشان العريس. معك حق، لازم طيب بسرعه مشان العريس، هيك مشان العريس. حاجه تضحكوا يا جماعه، شو بدكم؟ زين ولا وقعد خرجك الله لا يقيمك. انا قبل ما تروحي راح اعطيكي مفتاح الشقه مشان وقت اللي بدك تفوتي ما قوم انا من الفرشه وافتح لك واتعذب، عرفتي؟ ايه هنا؟ ايه ام محمود، هذا احسن حل. الو الو، هون بيت جميل حمصي؟ مين عم يحكي معي؟ مدامتو؟ مدام الحقي جوزك، يا بتلحقي يا ما بتلحقي. خير شو جميل؟ سوى حادث؟ على اي مشفر قلتو؟ جوزك يا مدام عم يخونك، قاعد بكافتيريا العاشق والمعشوق، واذا مالك مصدقه تعي لهون وشوفي بعينك. مين حضرتك؟ انا فاعل خير. فاعل خير؟ هذا فاعل شر مو فاعل خير، اكيد عم يخترع هالقصة مشان يوقع بيني وبين جوزي، ما انو عرفان انه جميل بيحبني وبحياته وما مالت عينه على غيري. يا ترى ليش فشلت الخطة؟ معقول اللي ردت على وسيم ما تكون مرتي؟ كان مين بدها تكون؟ بجوز تكون رفيقتها وما حبت تخبر هنا مشان ما تخرب بيتها. معقولة؟ طيب معقولة يكون وسيم دايق النمرة غلط، أو الخط علق على نمرة تانية؟ كمان معقولة؟ طيب معقولة تكون هنا ما عرفت محل الكافتيريا؟ كمان معقولة؟ طيب معقولة يكون صار لها شي بالطريق وهي جاية على الكافتيريا؟ كمان معقولة؟ هدول كلهم معقولين، بس لا سمح الله معقولة إنه هالخبر اللي سمعته من وسيم ما هم منه؟ قولي إذا معقولة. جميل، قصدي استاذ جميل، خدني مشوار بالسيارة. تعرف شو نسينا؟ شو؟ نسينا نسأل الاستاذ وسيم على برنامج بكرة، بدنا نعمل مشهد جديد ولا بدنا نعيد هذا المشهد؟ بكرة بنسأله. يا ريت نعيد مشهد اليوم، كان كتير كتير حلو. استاذ جميل، خدني على قاسيون. عندي شغل بسوق العتيق. مساء الخير. اهلين جميل، اهلين حبيبي. في خط. ياه. شو على بالك انت؟ شبك جميل؟ شبك حبيبي، تعبان شي؟ ما في شي. شو رأيك جميل؟ اليوم نروح نسهر عند أهلك، صرنا زمان ما سهرنا عندهم. وجع البالي، منروح غير يوم. ايه، على راحتك. حدا اتصل فيي؟ لا. تذكري منيحة. أثناء وجودي بالبيت ما حدا اتصل فيك. ليش أنت طلعتي من البيت؟ ايه رحت شقيت على أم محمود نص ساعة بس. ايه صحيح.
جميل. محمود كان راح يطير على لما قلت له لقيت له العريس، بس ما كنت الا مين هو، قلت لحالي لا توافق انت بعدين انا بالله. معناتها اكيد وسيم متصل لما كانت هي عند محمود. طيب مين رد عليه؟ طيب ليكون حدا من رفقاتك رادد على التليفون. لا حبيبي، ما حدا من رفقاتي اجى لعندي، بعدين كيف بدها تيجي رفيقه من رفقاتي لعندي واتركها وروح؟ مزبوط، معها حق. معناتها الدب وسيم اكيد متصل على اذنه تانية. الله لا يعطيه عافيه. طيب ما رن التليفون بغيابي ولا رني؟ لا حبيبي، ما بتذكر انه التليفون رن بغيابك ولا رني. طب تذكري منيح، الله يرضى عليكي. انه ايه تذكرت، رن رني وحده. مين اتصل؟ ما بيزعجك شغله تافهه؟ لا استني هنا، استني زعجيني بس قولي لي مين اتصل. تعشيت ما بدي انضرب على قامتي، بس احكي لي مين اتصل. اتصل واحد مجنون قال انه فاعل خير. وشو بده هذا المجنون فاعل خير؟ قال انه شو قال؟ قال انه شو؟ شو قال؟ لك انا عم بسالك انه شو؟ ايه تذكرت جميل، لحظه شوي علي. قال انه شافك انت ووحده بكافيتيريا العاشق والمعشوق. بربك بربك هذا مو مجنون، عم يتهيأ له بعد كل حلم العالم. ها زبطت. ايه وانت شو قلتي له؟ تذكر الخبوش تبعت محمى، اكيد عم يتشبه في جميل، الله بيخلق من شبه 40. 40 انا؟ ايه هلا بركة طلع كلامه مزبوط. مزبوط؟ مش معقولة هيك تساوي اياه؟ ما بتساوي اياه. عم قول برقدان. لا برقدان ولا مرقدان، بعدين هذا اللي بيترك مرته بيروح بيقعد مع وحدة تانية بيكون ما بيحبها. انت بتحبني جميل؟ ما بتحبني؟ بتحبني خير الله. كثير بحبك انا، بموت عليكي. شو صار له؟ فوقني عم ساوي له قهوة. الو مساء الخير مدام، تعطيني وسيم اذا بتريدي. لا انا جميل، جميل فيه. لا ما بدي منه شيء، في شغله بدي احكي له يا خبر بيني وبين، ما عم خبي عنك، خبر بيني مو هون. معقول تستجوب؟ عدم مؤاخذه الله معك. تعرف البيضه مين باضه والجاجه مين جاجه جابه. يروح شوف الرجال شو. ان شاء الله رقت جمولتي. الحمد لله رقت. ايه الحمد لله، ما زالك رقت حبيبي. قلي شو اللي زعجك؟ بصراحه اللي زعجني وحده ست ابرد من لوح البوز. ايه سخنها بتحمى. حلوه حلوه. حطيتها بالفرن طلعت ابرد من الاول. ايه بجوز ما عرفت تشغل الفرن حبيبي. ايه بجوز معك حق. جميل حبيبي شيل هلا المزح، قلي شو اللي زعجك؟ لك انت قولي لي الفرن شلون بيشتغل؟ عم تحكي جد؟ جميل حبيبي انت تعبان شيء؟ اطلبك الدكتور زياد؟ لك بلا زياد بلا بطيخ، روحي كملي القهوه. على عيني. ابرد من لوح البوز. انا لوح بوز؟ ايه ابرد من الاسكيمو. الله لا يطعمها لمحب ولا عدو. جميل يا جميل. نعم آه. يلا حبيبي جميل خذ اشرب فنجانك مشان تروق. اشربي انتي. لا حبيبي في فنجان تاني. اشربي اثنين. ايه مو انت اللي طلبت القهوه؟ غيرت رايي. ايه بتعمل زينة العقل، لانه القهوه قبل النوم مو منيحه بنوب. ايه سيدي بما انك رقت اللي بقى فكرت منيح بالموضوع؟ انا موضوع ام محمود. هلا انت عن جد عم تفكري بهالموضوع؟ ايه طبعا عن جد، هدول 3 مليون 3 مليون هنا بدك تبيعيني ب 3 ملايين؟ ولا بمال الدنيا كلها؟ طالما ما بدك تبيعيني بمال الدنيا كلها، شلون بدك تجوزيني ام محمود؟ اه؟ شلون بدك تجوزيني اياها؟ ومين قال لك إذا جوزتك لأم محمود معناتها أنا عم بيعك وأخسرك؟ لا حبيبي، أنا بدي إياك تتجوزها مشان تحط إيدك على مصرياتها وبتجيب لها شغالة مشان ترعاها، وأنت بتصير كل يوم والتاني بتروح لعندها ربع ساعة مشان تتفقدها، ونحن بنتنعم بمصرياتها. وبلكي ما عطتنا مصرياتها؟
انت وشطارتك. وبلكي ما طلعت شاطر. ساعتها بتطلقوا بنكون ما خسرنا شيء. لك رح تجننيني انت، قبل شوي كنت عم تقولي اللي بترك مرته ببيته بيقابل وحده ثانيه بيكون ما بيحبها، لك اللي بيتجوز على مرته شو بيكون؟ بيكون ما بيحبها، إذا تجوز وحده صغيره وحلوه ومثل أم محمود. إذا ما تصبح على خير، بدي نام أنا!